وارتفاع، وأكد أن هناك خصومة، منذ صدور الإعلان الدستوري، وعلى النيابة العامة إحداث جود الإثبات رقم 201 203 204 207 211 215 216 217 218 222 والاطلاع على التقارير الطبية المقدمة بجلسة اليوم والإعلام بالدعوة المدنية وسداد الرسم وعمل الإجراءات الطبية وتوقيع الكشف الطبي على المتهمين السابق بمحضر الجلسة وعمل توكيلات المتهمين السابق بمحضر الجلسة مع استمرار حبس المتهمين. التحقيقات ما زالت جارية. مع الإخابة. لأنه استمعت النيابة إلى أكثر من 70 من ولي الدم من أهالي المتوفين، وما زالت النيابة العامة تباشر التحقيقات ولم تغلق باب الاستماع إلى أي من أهالي المتوفين أو تقديم الدلائل أو الأدلة للنيابة العامة لاتخاذ شهادة. كل المتوفين والمصابين من جانب المعتصمين يتم حفظ الأوراق أو يدعى أن هناك تحقيقات كبرى. لا رأينا تحقيقات كبرى ولا رأينا قضايا حتى تتحفظ. فإحنا بنلتمس من الهيئة الموقرة وإحنا بصدد هذا الظرف وهذا الشاهد والشاهد الذي قبله واللي بيؤكده إن في أعداد كبيرة مش 613 يا معالي الرئيس 613 دول اللي تم نقلهم لكن هناك من تم نقلهم بواسطة آخرين والذي يرجو عددهم على 1500. تفضل. الحكم القضية 604 سنة 2015 جنائية الجيزة. بعد اطلاع على مواد الامتحان حكمت المحكمة القضائية للمتهمين السادس والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والسادس عشر والرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر وغيابيا للمتهمين الاول والثاني والسادس والسادس عشر والتاسع عشر والعشرين والسادس والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين. اولا وعقاب كل من المتهمين الاول مصطفى حسن علي محمود زكوه والثاني ماهر محمد السيد علي والسادس عبد الرحمن محمد احمد علي منصور والسادس عشر عمر احمد محمد عبد الجواد والتاسع عشر خالد السيد عبد الله خضر محمد والعشرين محمد حسني محفوظ والواحد والعشرين خالد بن سجاد فيصل والثاني والعشرون محمد سامي شمس الدين عادل السادس والعشرون مصطفى انور عبد الجواد محمد الرابع والعشرون مصطفى امين علي امين والخامس والعشرون نبيل محمود منصور وهاد نبيل محمود منصور والسادس والعشرون عبد الرحمن رافع الزرزور امام بن عيسى بالسجن المشدد لمده 10 سنوات على مقصد اليه. ثانيا ومعاقبه المتهم العاشر احمد مالك محمد السيد علي بالسجن المشدد لمده 10 سنوات على مقصد اليه. ثالثا ومعاقبه كل المتهمين السادس عبد الرحمن رضا ابراهيم احمد والرابع طه رفعت محمد محروس والخامس محمود خالد عمرو احمد والحادي عشر اسلام رزق السيد جليل حسنين وشراط الاسلام الدولي والثاني عشر معاذ احمد عبده محمد السيد شابور والثالث عشر علاء فتحي احمد محمد فوري والرابع عشر اسلام فايد محمد سليمان والخامس عشر محمد علي محمد اسماعيل والسابع عشر جليل محمد سنهاوي وركات وشراط جليل سنهاوي والثامن عشر حسام الدين سيد طاهر سيد السجن المشدد لمده 5 سنوات عن مقصود اليه. رابعا
معاقبة كل من السابع. ثانيا، إلزام المحكوم عليه بمصاريف الجنائية ومصادر